أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج استعدادها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات وتدابير احترازية. وقال حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج إن مدارس المحافظة من المنتظر أن تستقبل أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن المديرية عقدت عدة لقاءات مع مديري الإدارة التعليمية لمناقشة وبحث كل المعوقات والملاحظات التي ظهرت خلال الفصل الدراسي الأول. بتستعد من الآن لاستقبال أكثر من 1,200,000 طالب في أكثر من 2,997 مدرسة بمحافظة سوهاج. يمكن تم إعداد عديد من اللقاءات والاجتماعات مع السادة مدير المدارس ومدير الإدارات التعليمية لإتمام استعداد لاستقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني، لأن اللي احنا بنأكد عليه استمرارنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل المدارس، كمان وصول الكتب الدراسية في أيدي كل الطلاب. مديرية التربية والتعليم بسوهاج على أهبة الاستعداد لاستقبال طلابنا للفصل الدراسي الثاني إن شاء الله.